لمار وحشتيني قوي. ازيك يا سلمى؟ ازيك وحشتيني قوي. لا اقولك بقى، انت اللي اوحش، عشان لو كنت جدعه كنت عديتي عليا وشفتيني وسالتي. يا بنتي انا قلت اسيبك غرقانه في العسل شويه. ازيك يا فضل؟ ايه هو انت مش عايز تسلم عليا ولا ايه؟ لا طبعا. ازي حضرتك يا استاذه؟ وحشتني. وانت كمان وحشتيني قوي، قصدي كلنا وحشتينا كلنا يعني. بقولك ايه، ما تيجي تحكي لي بقى عملتي ايه؟ استني شويه بس فضل، انت عارفه انا نفسي في ايه؟ نفسي في كوبايه تمر هندي من اللي كنت بتجيبه لي زمان. من هنا الاثنين الحقني بيه حالا اهو. بقولك ايه، اخبار إيه؟ الشغل ايه؟ اهو زي ما انت شايف، زي حال كل المحلات اللي حوالينا بنش. بس الدنيا بدات تتحرك يعني. هي بتتحرك شويه بس الناس للاسف واقفه مكانها مش عايزه تتحرك خالص، وما بيصدقوا يرغوا في اي كلام فارغ وخلاص. وحشتني زحمه الشارع ده والله. تعال انت كمان وحشتيني قوي. وحشتنا حاجات كتير يا سلمى، خدنا عليها وخدت عليها. عارفه لما ما تبقيش واخده على نفسك ومستغربه روحك، اهو ده بقى حالنا وحال البلد كلها. لمار انت مش مبسوطه مع عمر؟ مش مرتاحه يا سلمى. اتفضلي يا استاذ. طبعا نسيتني انا خالص. ما انا نسيت نفسي انا كمان، انا لسه سلمى. طب يلا ادخل على جوه يمكن حد يعبرني. حاضر. عارفه يا سلمى احساسه بيا بيطمني، بحس كده انه من دمي. يا حبيبتي انا ما قلتش حاجه، بس ساعه الطبطبه دي بتتفسر غلط خالص. ايه يا سلمى؟ الوضع دلوقتي مختلف، انا ست متجوزه ولا نسيتي؟ برضه ما قلتليش ايه اللي مخليكي مش مرتاحه كده. عمر يا سلمى، عمر بقى لغز مش عارفه احله خالص.